مساء الفل على كل متابعي برنامج الأكيل في كل مكان في العالم، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من التجمد الخامس. جينجر لأول مرة في مصر على حد علمي حد يعمل فيوجن. احنا عارفين يعني ايه فيوجن، بتدخل مطبخين في بعض. جينجر مدخلين المطبخ الياباني مع المطبخ الجنوب أمريكي، فيوجن غريبة أول مرة نسمع عنها. وطبعا هنقعد مع الشيف ونشوف عمل ده ازاي وايه فكره والكلام ده كله، وليه اختار الفيوجن ده بالذات. هم عندهم أطباق جنوب أمريكي وعندهم أطباق ياباني، اوكي؟ هل في أطباق الاتنين في بعض؟ خلينا نشوف ده مع بعض في حلقة النهاردة. Very interesting. جينجر اللي هو الجنزبيل، أو زي ما بيقولوا باللغة العربية الزنجبيل، وهو داخل في حاجات كتيرة من الأطباق بتاعت النهاردة. يلا نبتدي الحلقة مع بعض في هذا التلج المتلج، وإن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تعجبنا. مش ذوقي أنا في الأكل، ولكنها حلوة لأنها جديدة، حاجة أول مرة أدوقها. طعم قوي طبعا جدا، ليمون وجينجر، حاجة حلو قوي، في حتة تانية قوي وتقيل. محشية جبنة وعليها نوع تاني جبنة سايح من بره، حلو قوي. عندهم حمل تقيل قوي في الماركتينج، في التسويق، لأنه بيسوق الحاجة أول مرة على حسب علمي تيجي مصر. شيف شريف يحيى، ازيك؟ اهلا بيك، عامل ايه؟ لازم نبتدي ب ايه فكره الفيوجن ما بين الجابانيز وما بين الساوث امريكان؟ جت منين الفكره دي؟ يعني عاده اللي بيعملوا فيوجن في مصر بيمصروا، يعني يعمل لك فيوجن ما بين الايطالي والمصري، ما بين الامريكاني والمصري، يعني انما فيوجن ما بين ساوث امريكان او جنوب امريكا واليابان، دي اول مره اسمع عنها. هي الفكرة جت ان في يابانيين بعد الحرب هما سافروا او هاجروا لبيرو. بيرو بالذات حصلوا على عقود عمل هناك وكده، استوطنوا هناك وبدأوا ان هما خلاص ما رجعوش اليابان تاني. فالفكرة ان هما عملوا اكلهم او الاكل الياباني بتاعهم بس بالفليفر بتاع بيرو. دي فكرة النيكي كوزين. هو كلمة نيكي يعني الياباني اللي اتولد بره اليابان. نيكي اوكي، ده الياباني اللي اتولد بره اليابان وعاش بره اليابان. ففي ميكس ما بين الحضارتين. كان في بيرو حضارة اللي هي حضارة الإنكا، واليابانيين عملوا السوشي او الاكل بتاعهم قريب من الفليفر بتاع بيرو، فاستخدموا الماتيريال او الحاجات اللي موجود موجوده المتاح ليهم، وبداوا يقربوا بالاكل بتاعهم للاكل بتاع بيرو نفسه. فمن هنا جت يعني فكره النيكي كوزين. مش بس بيرو، يعني اي ياباني اتولد بره اليابان في اي حته في العالم وعاش فيها عمل نيكي كوزين للبلد ديت. طيب انت درست الكلام ده فين او عرفته ازاي؟ او احنا خدنا تدريب عن طريق شيف اسمه هاجيمي كاسوجا. الشيف دوت هو ياباني اتولد برضه في بيرو، ومن الناس المؤسسين للكونسبت ده والكيتشن دوت. جالنا هنا وخدنا تريننج منه في المطعم هنا. يعني انت عايز تقولي ان السوشي، اسف على قطع كلامك، السوشي اللي هدوقه النهارده مختلف عن السوشي اللي احنا متعودين عليه الياباني والكلام ده كله؟ بالظبط، مختلف جدا. مش بس السوشي، لا احنا كمان حتى المطبخ، الاكل الكوكد، اللحوم، الفراخ، الشمب، اللوبستر، كل دوت واخد فكره ان كي كوزين. هو ياباني الاصل بس الفليفر يعني انت بقى. يعني انت الاطباق اللي في المانيو
مش من مطبخ بيرو واطباق تانية من مطبخ اليابان، هما كل الاطباق داخلين في بعض. داخلين في بعض، اه بالظبط. واحد يعني اطباق عليها طابع ياباني اكتر واطباق عليها طابع بيرو اكتر. لا ياباني، يعني ياباني تراديشنال، لا مش عندنا ياباني تراديشنال، عندنا ياباني حتى السوشي. حتى السوشي اه. طيب بس برضه في الديبنج الطبيعي اللي هو الجينجر والواسابي والصويا صوص، حتى دي بتفرق معاهم ان هم بيتبلوها او بيغيروا بيضيفوا فليفر تاني مختلف. بالزبط. اوكي، يعني هو الطعم نفسه كله على بعضه ملوش علاقه، مختلف قريب مننا قوي كمصريين، لان هم بيحبوا الحاجات اللي فيها الليمون والكرافس والثوم والكزبره والبقدونس والحاجات دي كلها، لان هم والجنزبيل بلاد حاره برضو فقريبين مننا شويه. اه بس واضح ان انتوا يعني حتى المحل اسمه جينجر اللي هو جنزبيل. اه واضح ان انت بتستخدم الجنزبيل في حاجات كتيره. حاجات كتير فعلا. اوكي، طب انت الماتيريال بقى اللي عشان تقدم المطبخ ده اسمه نيكي كوزين. النيكي كوزين ده بتاع اليابان في بيرو، الماتيريال بتاعته موجوده في مصر؟ موجوده، واحنا في حاجات بنجيبها من بيرو راسا، وفي حاجات ممكن بنعملها هنا كتير موجوده يعني. اوكي، ما عندكش مشكله ان انت لو حاجه نقصت فتضطر تغير الطعم؟ لا لا لا، ما بنقدر ان احنا نعملها بنفس الفليفر دوت، وبس في حاجات اساسيه لازم تيجي من هناك. طب انت كنت بتشتغل ايه قبل النيكي كوزين؟ يعني كان ايه خبراتك في المطبخ؟ اشتغلت في سوشي عامه، فيوجن سوشي. آه، اللي هو الامريكان اللي هو مستثمر في مصر يعني. وقبليها اشتغلت في الكونسبت السوشي اللي هو التراديشنال الياباني. اه يعني انت اصلا شاف سوشي. بالظبط. اه تراديشنال ثم امريكان ثم النيكي كوزين. بالظبط، تمام. طيب خلاص، بص يعني احنا الانترفيو عاده بيبقى قصير عشان بنركز اكتر في الفقره بتاعت الاكل. اشكرك على المعلومات اللي اديتها لنا، وندخل في الجد بقى. تحت امرك، منور الدنيا. اول حاجه هنبتدي بيها، احنا اخترنا سلطات ومقبلات وكده، اول حاجه هنبتدي بيها باريولا سي فود سوب. اوكي، ليه انا كاتب على ورقه؟ لو تلاحظوا هنا هتلاقي المنيو بتاعهم على كيو ار كود، وبالتالي عشان افضل فاتح التليفون وانا بعمل الحلقه عشان اطلع المنيو صعب شويه، فبالتالي كتبنا الحاجات اللي اخترناها في ورقه كده باسعارها وخلاص. دي هقول لكم الاسعار كلها في الاخر. نبتدي بس بالسوب، هي ليها طريقتها، معاها جمبري، اوكتوبوس، اخطبوط مش كاليماري، بلح البحر. اوكي، والطريقه بقى اللي هي معموله بيها بالهربز والاعشاب بتاعتها وكده. Very tasty. متخيلوا الشيف كان عنده حق في حاجة؟ الطعم فعلا قريب قوي للتيست المصري بتاعنا. تسويه الجمبري مظبوطه قوي، ولا اوفر كوكت فيفتل ولا اندر كوكت، فيري نايس. وشوربه بتدفي بجد، نرجع لها بعدين. دي في حاجه جنبها كده، ها
عجينه معينه محمره. مش مهم، خلي بالكم انا كتير ما ببقاش مهتم ان انا اقول لكم التفاصيل معموله ازاي، لان هو الهدف مش ان انت تعملها في بيتكم، يعني هو الهدف انك تيجي تدوقها هنا يعني. فيري نايس. وحطيت لك هنا ليمون بالشطه لو انت عايز تزود ليمون او شطه او الاثنين. لا اتس فيري نايس بجد، حلوه حلوه يعني. ممكن ناخد بس القوقعه كده عشان نبقى اكلنا من كل حاجه. وزي المصري الاصيل اللي بيسقي العيش في الشوربه، حطيت انا العجينه اللي هم حاطينها على جنب تاخد من الشوربه شويه. تحفه، برافو شيف. دي ب 95. نيجي بعد كده للشريم تاكوس. هو المفروض ابتدي بالسلطه الاول، ماشي. بعد الشوربه بتيجي السلطه وبعدين المقبلات. نجيب ده هنا ونودي ده هناك. اوكي. طيب اللي انا شايفه على الوش سالمون، سويت كورن، تونة، افوكادو، كرومب بتاع السلطه الاحمر، وتشيري توميتو. في ايه تحت بقى؟ رز. طيب الدراسنج بتاعه عباره عن صويا صوص وفي هنا بيتهيألي ان دي اعشاب البحر. بصوا الاخضر غامق ده او الزيتي ده، ده طحالب، والبني ده كاراملايزد اونيونز. ناخده مع الرز مع الخلطه كلها مع حته تونه. هنا بقى بان الطعم المسكر الاسيوي ده. فيري نايس. بالنسبه للي بيحب الاكل الايجين او الطعم الاسيوي. وللعلم وجبه متكامله لو احنا بنتكلم عن الفوائد. فيري نايس وجديده قوي، ما دقتهاش عند حد قبل كده، ودي احد اهم الحاجات اللي بنحبها في برنامج الاكيل، ان احنا ندور على الجديد. اوكي. دي البوك سالاد ودي ب 135. ندخل بعد كده على الكلاسيكو. ده ايه ده، جزر ولا ايه؟ بطاطا. دي بطاطا وبصل وسمك سيباس اللي هو سيباس اللي هو القاروص ده. ناي ناي. سيباس ناي، سمك قاروص ناي، وبصل ودرة والخلطة بتاعته. دي حاجة مشهورة في أمريكا اللاتينية وبالذات بيرو، اسمها سيفيتشي، اللي هو أنت بتسوي السمك، هو السمك بيتحط ناي بس بيتحط على خلطة بتسويه فيها بالذات الليمون والثوم وحاجات تانية. زي إيه يا مراد؟ زي إيه؟ زي الفسيخ. زي الفسيخ عندنا، ما الفسيخ عندنا اللي بيسويه الملح، هو اللي بيسوي السمك ما بيطبخش.
فشويه فكره الفسيخ قريبه فكره الفسيخ، مع الفرق بقى ان هنا لا ما عندكش ريحه خالص، مش زي ريحه الفسيخ يعني ما كنتش عارف تاكلها. دي ليمون قوي، ليمون بجد يعني مش هزار، ما بيضحكوش يعني. الطعم ملوش اي علاقه بالاسماك المولحه، خلي بالكم، لان هو السوا بتاعه ليمون وتوم مع السمك القاروص ومع الخلطه بتاعتهم والبطاطا وكده. مش ذوقي انا في الاكل، ولكنها حلوه لانها جديده، حاجه اول مره ادوقها. بس يعني انا لو جيت لهم تاني ما اطلبهاش يعني، خلاص عرفتها وحلوه وبعيده عني يعني. بس حاجه جديده جدا عمري ما دقتها قبل كده. ونيجي لاخر طبق معانا في الفقره دي، وهو الشريم تاكوس. الاول نقول ان الكلاسيكو ده ب 110، اخر طبق هو الشريم تاكوس. زي ما انتم شايفين كده، هحاول افتحها بس هتتكسر فهبقى اخد واحده تانية. لا هي اتكسرت من غيرها. نعم، في الجمبري محطوط فرايد، وفي الافوكادو او جواكامولي لو سميناها سالاد. ممكن ندوقها دي زي ما هي كده. طعم تحفه وعجينه كرانشي. هختلف معاهم في حاجه واحده بس، ان الجمبريه بدل ما تحط على الوش فتقع زي ما حصل معايا، تقوم محطوطه في النص. ده راي شخصي متواضع يعني. ابيتايزر حلو قوي، وحاطين جارنش في الطبق كده حاجه اسمها ورق رز، ورق معمول من الرز، زي فكره المقرمشات اللي معموله من الذره. اوكي، ده ورق معمول من الرز. لا تحفه، ودفنت ليها كل واحده تانية. الحاجه الوحيده بس ان الجمبري بقى جوه شويه عشان ما يقعش من اول قطمه، بس غير كده الطعم بيرفكت. والشريم تاكوس ب 120. هنا بقى هم عندهم مشروبات كتيرة برضو بنفس الكويزين. ده جينجر ليمون اللي هو ليمون بالجنزبيل، بس انا شد انتباهي شاليمو، عبارة عن خشبة بامبو صغيرة ما تتفاعلش مع الدرينك، ما تدوبش زي الكرتون. ودي اكيد بيجيبوها من بره، دي اشك ان في حد في مصر بيجيبها دي. طعم قوي طبعا جدا، ليمون وجينجر، حاجه بس صحي ريفريشنج كده، بالذات في الشتاء اللي احنا فيه ده. والجينجر ليمون ده ب 50. يلا ننتقل الى الفقره الثانيه.
نيجي بقى للمين كورسز. اول حاجه خدنا لوبستر بايلا، بتتقدم في اللوبستر نفسها زي ما انتم شايفين كده. بايلا معروفه لاي حد عارف عن الاكل الاسباني او امريكا اللاتينيه، اللي هي من الاصل الكلمه العربيه بقيه، اوكي، بتبقى رز ومفروض ان هي بواقي الاكل بتاعت الاسبوع يعني. بس هنا في الحاله دي الله على ريحه، فيها جمبري واستاكوزا. بس قبل ما اكل ده كله انا مركز حاجه تانية خالص دلوقتي. انا مش هدعي ان انا خبير في البايلا، بس اكلت البايلا في مطاعم هنا في مصر او بايا ايا كان النطق، واكلتها في اسبانيا، واجزم ان دي مختلفه شويه. مش مختلفة يعني وحشة، في فليفر مش قادر احددها، نكهة مختلفة شوية عن البايلا العادية. بس عندي تعليق بسيط، وده للأسف اللوبستر الاستاكوزا شوية اوفر كوكت، شوية اوفر كوكت، لان العضة بتاعت الاستاكوزا طبعا انا هحفظها. فدي يا اما اوفر كوكت وهو بيطبخها، يا اما لانها اتعملت واتحطت اتركنت يعني لحد ما نخلص بقية الاطباق، ما اعرفش. الجمبري لا، الجمبري عضيته حلوة، اللوبستر الطبخ شوية زيادة. بعيدا عن ده الطعم يجنن يجنن يعني، من هنا لبكرة الصبح يجنن. عارفين انا بعشق السي فود، تحفة. اوكي هنسيب السوشي للاخر خالص لانه قريب ساقع، نحاول نلحق في هذا البرد القارس. لوبستر بايلا طبعا ده غالبا اطبخ اغلى طبق عندهم ب 575. نيجي بعد كده للسلمون باتاياكي، اوكي، ده سلمون محطوط على الباستا الاسود، ده مش لون، ده الحبار بتاع الاخطبوط، ده الحبر اللي بيطلع من الاخطبوط، بس طبعا معالج يعني مش واخدينه زي ما هو. فهندوق الاول، ولو تفتكروا كنا زمان عملنا حلقه مع حد عامل نفس الحركه دي، ان هو مستعمل الحبر بتاع الاخطبوط في الكوكين. طعم مميز قوي قوي، بيحطك في حته تانية خالص. وفي تفتيله كده في الطعم عشان الحبر الحبار يعني. حلو قوي. الاطفال هيعجبهم الطبق ده جدا، لانه بعد ما ياكل هيبص في المرايه ويطلع لسانه اللي هي سودا، كل حاجه سودا. طيب وده سلمون ستيك سلولي كوكت على زبدة. حلو قوي. طيب عيب الطبق ده ان انت بقك هيبقى اسود بعد ما تخلصه، ولكن بصراحة الطعم بالذات بتاع السلمون ستيك تلا هبابة، فده يعني يعتبر عيبه الوحيد، ان انت
خلاص. طيب فيري نايس تيست، حلو جدا. ناخد الطبق الثالث، قلنا الحبار ده او السالمون باتاياكي ده ب 235. نيجي بعد كده للام تشوبس، ريش داني مشويه. انا طبعا اللي شادد انتباهي مش الريش دلوقتي، اللي تحت ده ايه ده، معمول من ايه ده؟ جوسي وتيستي في حته تانية خالص غير ريش الضاني اللي احنا متعودين عليها. مبدئيا تتبيله مختلفه قوي. لا عجباني ده بص الحبر كمان على الشوكه، يا سلام. ده لو عملناه، لو اطلقنا عليه طبق كوميدي يعني اسم كوميدي شويه، هنقول طبق الهباب. والطبق ده يعني بالستيك دي، لو انت عايز حاجه غير المكرونه اللي بالحباره وبالحبر ممكن تطلب حاجه تانية. نيجي بقى للطبق، احنا لسه في اللام تشوبس. عايز ادوق الرز بتاعهم لانه شكله غريب شويه، وفي طبعا شايف المشروم، شايف شويه حاجات اعشاب كده. ميلي مشروم ورز معمول بطريقه البايلا. مش مفلفل زي الرز المصري بتاعنا. طعمه حلو قوي، في حته تانية قوي وتقيل. ده ريزوتو مش رز، هو ريزوتو. هو طبعا اوكي نوع من انواع الرز، بس يعني ده ريزوتو مش رز. عشان كده كريمي قوي، تحفه تحفه. هو كده الاكل اللي يدفي ده. ده مشروب اسمه سموكت تري او الشجره المدخنه، وبرده البامبو اللي بتشرب منه ده حلو قوي. مش هين عليا وديه هناك، تستني ياخد معلقه كمان. ها الطبق ده بكام يا سيدي؟ اللام تشوبس ب 280. ولاحظوا ان اكلهم، عشان كده غالبا الشيف قال لي في الانترفيو متقارب مع الذوق المصري، لانه حرش. هو في سبايسز كده، في لطشه، ما اقدرش اقول حراق، حرش يعني. ففعلا حتى في الريزوتو، ريزوتو غير الريزوتو الطلياني خالص. طيب نيجي بقى في وصف السوشي. اول صف ده سبايسي تونا رول، في سبايسي تونا وافوكادو وكابوريا و سبايسي مايو و البيض اسمه ايه؟ كافيار. تاني صف ده، ده السفيتشي، ده معمول بوايت تونا بالطريقه اللي في تفتكروا الابيتايزر اللي كان في الفقره الاولى، اللي هو معمول بطريقه السفيتشي اللي هو بيستوي بالليمون والثوم وكده مش عارف ايه، ومعاه عليهم كاليماري من فوق وسيفيتشي صوص مور اور ليس يعني، بلاش تفاصيل زياده. ده سالمون ترافل، سالمون مضروب مع الترافل مشروم اوكي، وجوه في افوكادو وكابوريا. ده ناجيري، ده السبايسي بالتونه، وده معمول بالبارميجان تشيز عليه بارميجان. ده الالتيميت التيميت شريمب رول عليه افوكادو، في افوكادو وشريمب الالتيميت شريمب، وعليه سافيتشي صوص كمان. ده في كراب ومشروم وشريمب، او كابوريا ومشروم وشريمب، ونوع من انواع الجبنه جواه كمان، وعليه من بره بارميجان سبايسي بارميجان للي ما بيحبش الحاجات النيه يعني. تفاصيل كتير قوي قوي قوي، بس معظمها حاجات ما تسمعش عنها قبل كده. ده سبايسي شويه انا عارف من قبل ما اكله.
في تعليق في دماغي كده بس هقوله في الاخر بعد ما ادوق. حلو قوي وجديد قوي. انا ساكت لاني بجمع حاجه معينه اقول لكم عليها في الاخر، بس كان لازم اتكلم واقول لك دي حلوه قوي. طيب هقول لكم في رايي الشخصي المتواضع الفرق الاساسي ما بين السوشي ده والسوشي الياباني التراديشنال او حتى المتامرك اللي احنا منتشر قوي في مصر. بتجربتي مع السوشي اللي بقى لها 7-8 سنين، ما كنتش باكل السوشي قبليها، السوشي لحاله لوحده ملوش طعم او طعمه فلات. بيكتسب الطعم لما يتحط في الصويا مع الوسابي، يتاكل معاه الجينجر او يتحط في الترياكي، بس هو لحاله ملوش فليفر واضح على اختلافهم، ما عدا طبعا الحاجات اللي بتبقى فرايد. هنا لا، هنا انت عندك السوشي من قبل ما تحطه في اي حاجه او تاكل معاه حاجه ليه طعم محدد وباين. هل ده في المطعم هنا بس ولا ده عامه نوع الكويزين كده؟ معرفش، يعني ما عنديش حاجة تانية أقارن بيها، ولكنه ممكن بكل سهولة تاكله من غير ما تحطه في الوسابي والكلام ده. فليفر واضح وباين في كل واحدة فيهم. دي مش عايز أروح لها عشان عارف إنها حرقة، يعني بس نجرب. لا وما تعتبرش حرقة قوي، لا حاجة خفيفة وجديدة قوي. موضوع الجبنة السايحة على السوشي دي جديدة، محشية جبنة وعليها نوع تاني جبنة سايحة من بره، حلوة قوي. يعني لا بجد مختلف تماما، رغم ان انا ما كنتش مصدق قوي المدير لما قالي كده. قلت له كل المطاعم بتقول احنا ما يعني نحن نختلف على الاخرون، بس طلع عنده حق، هما فعلا الطعم حته تانيه خالص، مش طعم السوشي العادي اللي انت متعود عليه. كل واحده ليها ايدنتيفايد فليفر. تحفه. طيب وهذه التشكيله من 20 1 2 3 هما كانوا 20 المفروض، يعني هذه التشكيلة ب 255. طيب خلونا نختم. زحمة قوي البتاع دي. الصوص ده طبعا عشان من تحت فيه ايس، مش يعني تلج، مش انا اللي عامل الصوص ده، الصوص ده. طيب مطعم النهارده بكل بساطة ينتمي الى الفاين دايننج، مستوى الاكل بمستوى التقديم بكل حاجه انت بتلعب في حته الفاين دايننج، مش النورمال ريستورنتس او الفاست فود طبعا او الكلام ده كله. قد اختلف شويه ما بين الاكل اللي انا ذقته النهارده وطريقه تقديمه وطريقه عمله وما بين نوع المطعم. المطعم
الاندور صغير قوي والاوت دور مش خادم فكره ان انت فاين دايننج او اكل على مستوى عالي شويتين ثلاثه. ممكن كان يحتاج مطعم اكبر من كده شويه. الديكور بتاعه ممكن يمشي فاين دايننج بس مش عارف ليه مديني ايحاء اكتر رغم ان هو معمول حلو قوي وجديد واوريجينال، بس مديني ايحاء اكتر انه عادي يعني مش ماشي مع النوع ده من الاكل. ده رايي يعني متواضع ليا انا. الكويزين حلوه قوي، مختلفه جدا عن اي حاجه اكلتها. انا عامل لما انا اقول لك مختلفه فهي مختلفه، يعني انا عامل 400 اكتر من 470 حلقه، فلما اقول لك الاكل ده مختلف عن اي حاجه اكلتها قبل كده ده حقيقي. ديفرنت في حته تانية، في سبايسز تانية، وده طبيعي لان احنا اول مره نعمل فكره الفيوجن ما بين بيرو واليابان. عندهم حمل تقيل قوي في الماركتنج، في التسويق، لانه بيسوق الحاجه اول مره على حسب علمي تيجي مصر او اول مره تتعمل في مصر، فبيبقى عندك ماركتنج او تعالى نقلبها، الماركتنج مهم جدا لان انت مش بس بتعلن عن وجود المطعم ده فين، ده انت كمان بتعلن عن هو بيعمل ايه، لان انت بتقدم حاجه ما تقدمتش قبل كده. بس بامانه الطقم كله كشيفات لازم يترفع لهم القبعه. ما كانش عندي في كل الاطباق غير تعليق يتيم بتاع ان الاستاكوزا كانت اوفر كوك شويه، مطبوخه شويه زياده، لان الاستاكوزا لازم ليها عضه كده معينه. غير كده امبرست، مبهور بالتقديم، بالطبخ، بالخلطه، بكل حاجه. ممكن ندخل في سكه بقى ده يعجبني وده ما يعجبنيش، مش دي لعبتي كاكيل. انا بقدم حاجه جديده وهي فعلا جديده وما اتعملتش قبل كده وحلوه، معموله حلو ومعمول مصروف عليها. ولذلك برضو الاسعار، يعني انتوا عارفين من الاسعار ان المطعم مش لاي حد، يعني لازم ناس تقدر تدفع هذه الاسعار. يعني انبسطت جدا بتجربتي النهارده جدا، وبقى يعني بقى صعب بعد 470 مطعم ان انت تبهرني بقى، يعني مش كتير يعني. بس انا النهارده مبهور بانواع اكل جديد، واكني سافرت في حته تانية ورحت في حته تانية، اكلت ورجعت بلدي تاني. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من الاكل.